موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها: متى يجب على المسافر إتمام الصلاة؟ أربعة. الحالة الرابعة التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة هي إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان، يعني إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له، فإنه يلزمه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع في حقه حكم السفر ووصف المسافر. والحمد لله رب العالمين.